التحية تتجدد والانطلاق يتجدد شوطين تلو الآخر ومن هذه المنافسات والتحديات شوطنا الرابع وختام الجولة الأولى مخصص للقعدان المهجنات آل الصايل. كما يسرني أن أرحب بجميع الحاضرين جميع الغادمين المتواجدين من قلب الحدث في ميدان الخزنة بهذه الأعداد الهائلة 12 اسما مشاركا باحثا عن الناموس باحثا عن الانتصار الصدارة والمقدمة. نسير مع المركز الأول الصدارة والمقدمة مع ظبيان بقيادة محمد بن مطر بن ثعيلب بن هواش الخيلي يتقدم مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. النقل مباشرة على المركز الثاني قادم حزام سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري يتقدم على ثاني المراكز ثالث المراكز وثالث التحديات. قادم الجوكر عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري يتقدم على ثالث المراكز رابع المراكز. نشوف من اللي قادم على مستوى المركز الرابع قادم الماس لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم على رابع المراكز. يا سلام المركز الخامس نشوف من اللي قادم على مستوى المركز الخامس قادم مبلش لسالب بن سلطان بن قالب المنصور يتقدم على خامس المراكز سادس المراكز. نشوف من القادم على مستوى المركز السادس. يا سلام يا سلام يا سلام المركز السادس. ونختم نجائنا بهذا بسيادة لأحمد بن غلام بن عبد الله آل بلوشي يتقدم على مركز السادس. يا سلام هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكزنا الستة المراكز الأولى المتقدمة. نعود مع الصدارة نعود مع المقدمة ومع المركز الأول الصدارة مع ظبيان 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 منذ البداية حتى هذه اللحظات بقيادة محمد بن مطر بن ثعيلب بن هواش الخيلي يتقدم مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. ثاني المراكز وثاني التحديات قادم الماس لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم على ثاني المراكز وثاني التحديات. النقل مباشرة على ثالث المراكز. نشوف من اللي قادم قادم حزام لسلطان بن غالب بن سلطان المنصورية يتقدم ويقدم شعاره بهذا المستوى الكبير على ثالث المراكز. المركز الرابع نشوف من اللي قادم قادم الجوكر بقيادة عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري يقدم لنا الجوكر بهذه الانطلاقة في هذه اللحظات. نشوف من اللي قادم قادم سيادة لأحمد بن غلام بن نوح البلوشي يتقدم ويقدم شعاره قادم من الصفوف الخلفية على مستوى المركز الخامس سادس المراكز. نشوف من السياق الخارجي نعم بالفعل الجوكر قادم على سادس المراكز بقيادة عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. بدينا في العد التنازلي ملاك. نعود مع المقدمة نعود مع الصدارة نعود مع المركز الأول. ظبيان ظبيان هو الذي يحتل زمام الأمور منذ البداية حتى هذه اللحظات واستراحت محارب مع المقدمة والصدارة بقيادة محمد بن مطر بن ثعلب بن هواش الخيلي يتقدم مع الصدارة الأولى والمقدمة ومع المركز الأول. ثاني المراكز وثاني التحديات مبلش 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 ويبي يبلشهم اليوم بقيادة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدمون هالوثبة على ثاني المراكز. المركز الثالث وثالث المراكز حزام لسالم بن سلطان
بن غالب المنصوري يتقدم ويدفع باسميني في هذا الشوط رابع المراكز ورابع التحديات. قادم الماس لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم ويقدم شعاره بهذا المستوى الكبير على مستوى المركز الرابع. يا سلام المركز الخامس قادم سياد لأحمد بن غرام بن نوح البلوشي يتقدم على مستوى المركز الخامس. ونختم نداءنا بالجوكر لعيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. هذا هو نداءنا الثاني للمراكز الستة الأولى المتقدمة. يا سلام يا سلام، ما بينها الشعارات، ما بينها التحديات، الصدارة والمقدمة. والمركز الأول تقدم مبلش، والعصافة الإبطان بقيادة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم بقيادة مبلش مع المقدمة والصدارة ومع المركز الأول بهذا الشعار الكبير الذي سطر حروفا من ذهب مع المقدمة والصدارة ومع المركز الأول. الشوط هي حتى هذه اللحظات إلى العاصمة أبوظبي، نشوف من اللي قادم على مستوى المركز الثاني. قادم حزام وبنفس الشعار على ثاني المراكز بقيادة سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري. أهالي الوثبة يتقدمون، وأهالي الدوحة، أهالي قطر الشقيقة يتقدمون على ثالث المراكز بقيادة الماس لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم على ثاني المراكز. يا سلام، ركز يا بن مقارح، ركز، الشوط يبي تركيز. 1200 وركز يا ابو غالب، يا له من سيل قارف، يا لها من تحديات خطيرة ومثيرة قادمة من الصفوف الخلفية. الكيلو الأخير، الكيلو متر الخطير، وبدينا في حزم الأنفاس، بدينا في العد التنازلي مع المقدمة والصدارة. قادم الماس، بمحاولاته الشرسة على ثاني المراكز. الماس ولكن نشوف مبلش، مبلش مع المقدمة وبلشهم مبلش. يا سلام يا سلام، منذ البداية متسيطر مع المقدمة والصدارة ومع المركز الأول بقيادة سالم بن سلطان بن غالب المنصوري. أهالي الوثبة، مع المقدمة والصدارة، محاولات من الماسة، بشعار بن مقارحة. يا سلام يا سلام، الخمس متر النهائية، الخمس متر الخطيرة، جولة الأوامر، جولة التحديات، جولة حزم الأنفاس. بن مقارحة بو غالب، ولكن نشوف بن مقارح مع المقدمة بقيادة الماسة. راشد، بن بخيت بن علي بن مقارحة يتقدم، ويسعد لي صباحك يا ابو سنيدة على هذا الفوز الكبير والممتاز يا راعي الماس. ولكن نشوف من اللي قادم. مبلش على ثاني المراكز، ولكن الماس مع المقدمة والصدارة. لحظات الفوز والناموس والحضور إلى خط نهاية معدل الناموس هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني مبلش، سالم بن سلطان بن غالب المنصورية يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث حزام، سلطان بن غالب بن سلطان المنصورية يتقدم على ثالث المراكز. رابع المراكز المسك، خليفة بن سالم بيداه المنصورية. المركز الرابع زيادة، أحمد بن غلاب بن نوح البلوشية. التوقيت الزمني 9 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.